ترى ما منع الجوال من فراغ يا شباب، منع لأنه يشكل عليك خطر، وشاهدناه. الجمهور نفسه لاحظ يرسلوا يقول أبو سلطان الناس معها جوالات، واضح في تعامل المتسابق على الهواء، يجيك واضح إن عليه في خاطر شيء على الخويه اللي معه. وموضوع الأحزاب وهذا كذا وهذا كذا غلط، وراح نفككها. أنا بالنسبة للأحزاب هذه تخصصي، أنا أفككها مباشرة. أنت تطلع برأي ما تدري، بس الخصم الخفي هناك إنه مزودين عليك عشان تغادر، تحل أسئلة ما تحل أسئلة في البرايم، أنت مغادر. ما راح نقبل بالأحزاب نهائيا، إن جايين هنا بننجح، ولا عندنا يعني أي طريقة نسمح لأي شخص إنه ما تكون نسخة ناجحة مهما كان الشخص. وأنا قلتها سابقا وأكررها، مهما كانت جماهيريتك، والله لو جماهيريتك الوطن العربي كله تمسك الباب، متى ما حسيت أنك خطر على النسخة تطلع. لازم أن نتكاتف، لازم ندعم بعض. ترى مو بشرط أنك تحب زميلك اللي معك، لكن أنا خلال هالتسعين يوم هذه أبى أمشيها، تعال يا دحام ولا تعال يا فلان، أنا وياك في نسخة واحدة، ما راح أسمح لك أنك تفشل النسخة. نقاشاتنا تحت الهواء، مو بأنه إذا جاك ناقد غيرك على خويك، وإذا جاك رسالة غيرتك على خويك، هذه مشكلة. مفروض خويك اللي موجود هو أقرب الناس لك، أقرب لك من الإدارة ومن المسؤولين ومن المذيعين ومن كل شيء. أنت بكرة بتغادر وهم بيجيبون نسخة ثانية بيشتغلون عليها، ويلا اللي أنت قدمتها لخويك بتواجهها معه برا. أما قال بيض الله وجهك ولا قال الثانية. بعدين يا شباب المفردات، حتى في المزح أشوفكم مرة فالينها في المزح، ترى في خطوط حمراء في الإعلام يجب أنكم ما تتجاوزونها، خاصة في المفردات. تتابعونكم أسر، تتابعونكم صغار سن، تتابعونكم ناس أنتم قدوة لهم، وإن نصدركم كقدوات، ترى خدمة دينكم ووطنكم وقيادتكم، بس مين بهالطريقة هذه. لازم نكون قدوة، وعارف وش جالس أقول، حتى المفردات ما يخالف عش واقعيتك، لكن واقعية إعلامية، مو واقعية الاستراحات. ترى تفرق كلامنا في الاستراحات ومع الناس اللي معنا، يفرق عن كلامنا في برنامج أو في ساعات بث. طيب، يمكن اللي منكم تابع النسخ الماضية، أنا عندي طريقة، إذا أنت اعترفت تكون العقوبة مخففة، هذه سياستي من بداية الإشراف، إذا أنت ما اعترفت تحمل مسؤوليتك وتحمل العقوبة اللي بتجيك، والعقوبة الكبيرة اللي أنت الآن حاطها في بالك ترى بتصير عليك. اعترافك أنا قلتها للمرة مليون، ترى ماني ضدك، أنا ضد أخطائك اللي تصدر منك أنت، ما دام أنك أخطأت أعترف بخطأي علشان أخذ العقوبة اللي ما تكون قاسية علي أو تبعدني من النسخة بشكل نهائي. في جوال مسكوه الشباب، الجوال هذا الواحد منكم، وعندي معلومات أكثر يعني راح أجيبها هنا، لكن إذا قلت اسمه هنا بعدين يتحمل العقوبة اللي تجي. فأنا أقول نصيحة لوجه الله، وما دامك الآن في الفرصة، صاحب الجوال يجيني. نصيحة لوجه الله، خذ الكرسي، ما في كرسي صغير، وين؟ هنا يا باضة،
شغلتنا انت يا باض الله يشغل بيزك. هنا فيصل يا مرحبا. جوالك؟ يلا. ايش سالفة الجوال ده؟ كيف ايش سالفته؟ متى هو معك؟ ثلاث ايام تقريبا. ثلاث ايام؟ شلون وصل لك؟ دخلت معي. بالبداية؟ لا. طلعت مستشفى ودخلت معي. طلعت مستشفى وجبته معك؟ واللي آخر 24 ها؟ آخر رقم. طيب وليش يا فيصل؟ تم؟ شو الأسباب اللي خلتك تدخل جوا؟ في والله في عندي ظروف معينة تحكمني يعني. وش هو؟ خذيتها أول ما دخلت خصم علي 5200 دخلوني برايم. أنا تجيني رسائل هي. أكواد وأقدر أثبت لكم الشيء هذا. وش فيه؟ تجيني رسائل كود رمز تحقق لأبوي أخواني وأقدر أثبت لك الشيء هذا. فكنت مجبر أخذ جوالي خصم علي 5200 مع أني أخذ بس أرسل الأشياء هذه وارجع. دخلوني برأي خصم عليك أول؟ أول كنت أخذ جوالي بإذن الإدارة. ها يعني أنت تأخذ بنقاطك أنت؟ ما كنت أدري أن على نقاط. ما قالوا لي نقاط. وش ناصر؟ 40 دقيقة؟ مو مع بعض مجمعة بس أنا مجمعة؟ طيب هذه مخالفة يا فيصل. وش طلبوا؟ إنك تأخذ الجوال بهالطريقة. أنا عارف. طيب ما أنا ما أقول لك إني أنا صح وأنتم غلط. أدري إنه غلط وأدري إنه خطأ بس أنا انجبرت. خصموا علي 5200 إيه وأقدر أوريك أثبت لكم. إحنا ليش خصمتوا 5000 يا ناصر؟ يعني هذه القيمة اللي هو أتكلم فيها يعني. هذه ما كنت أدري إني روحتي وأختي له بإذن إن فيها خصم. ما كنت أدري لأن ما بلغوكم. لا والله ما كنت أدري لأني كنت وش أسوي؟ أطلب أغراض الفقرات، أطلب أشياء وأرسل الأكواد اللي تجيني. الحين أنت بلغتهم يا ناصر إن خصم عليها في الدقائق. معلقة عندك في غرف النوم صح؟ قبل هذا قبل الكلام ذا قبل يا أبوي قبل ما يعلقونها. الكلام ذا أول الأيام. طيب ثلاث أيام يعني كم الخصم عليك الحين؟ والله شوف يا ابو انا ما جيتك الا اني مخطي ومعترف بخطاي واللي تشوفه صح سوي. طيب تفضل يا فيصل. ابعد الكرسي ولا خليه؟ لا خليه احتاجه. وين محمد اليابسي؟